قبل تي اف دبليو كانت حياتي عادية، كنت بروح على الدوام و I used to train كمان I used to go to another gym، بس ما كان في this excitement، I didn't used to see results، ما كان في الموتيفيشن اللي موجود هلأ عندي بـ TFW. Okay, my first impression أول ما دخلت الصالة كانت حسيتها صالة صغيرة. Second impression family atmosphere، كان هذا الشيء كتير مهم بالنسبة إلي. بس بعدين لما صرت أجي كل يوم على الجيم ما حسيت المكان له هذا القيمة بالنسبة إلي، حس إنه ما أعطاني هذا الإمبريشن إنه المكان الصالة صغيرة، بالعكس حسيت القاعة صارت أحلى وأكبر بالنسبة إلي. ما حسيت بالعكس، بس مجرد إنه قاعة إنه باجي بتمرن فيها it's like يعني a different world for me. المدربين ساعدوني طبعاً بعد الطرق، الأهم شيء إنه المتابعة اليومية، كان في كتير متابعة يومية ونصائح ال daily nutrition tips و 24 hours احنا كنا بكونتاكت معاهم على الواتساب، وبس نيجي على الجيم ومن السوشيال ميديا كمان، فخلوني انه to lose more fat ونيوتريشن ادفايزز ما كنت بعرف عنها. انا هلا من اول ما سجلت تي اف دبليو لهلا انا I'm still seeing results، I'm looking for more results. بس لهلا ولا مره سجلت بتشالنج اللي هم مثل السبارتان البرج الحمراء التشالنج، ولا مره سجلت لانه I'm still feeling scared. بس إن شاء الله لقدام I'll work on these stuff، وأول ما أوصل للهدف the goal that I'm looking for إن شاء الله رح أسجل one of these challenges. حابة أحكيها إنه الناس لازم ما تخاف من التغيير. أنا مو أول مرة بسجل جيم، كنت قبل TFW كنت بجيم تاني وكنت مرتاحة بالأتموسفير و I was happy and everything، بس I didn't see results. بس كمان هذا ما كان شيء نيجاتيف بالنسبة إلي، قلت خليني أجرب جيم تاني. جيت عن TFW وحسيت لما جيت على TFW صرت أجي وألتزم بالكلاسز هون، لما I started to see results and the atmosphere صرت بمكان أحسن. يعني كنت مفكرة حالي بمكان أحسن، بس أنا I came to better place. ف that's it.